هاي نشوف هاد السكتش هذا ديال المصري، ما عارف ويب اللي دابا في فيسبوك القديم ديالي. البقاء لله. عبد الرحمن شرف محمد حوالي شخصية. أنا جاي النهاردة أنفذ وصية أبوكم قبل ما يموت، وكنا أوزع عليكم الورث ده 750,000 جنيه. بسم الله. ملك ولا كتاب؟ ملك. وأنت؟ كتاب. كتابة. أنت اللي كسبت. ممكن بس تطلع الورقة دي؟ كان حكم ديالكو رباو. بيعمل ايه الجدع ده؟ دراري نجيب المختاري هو هذا بيحاول ينتحر وانت واقف تتفرج عليه؟ انا طالع انقذه. استنى هنا على ما تطلع هيكون نط. ماشي نجيب المختاري هذا صف صافي، ما هو اللي عنده معلومات. انا هتصرف. امسك الطرف ده كده. ايوه محتاجين نيجي كده شوية. لا 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 كده تمام. هو لما ينط هيدي نفسه دفعة بعيد عن السور، محتاجين نديله مساحة. الدفعة دي يا بيه بتحيد معجرة الجاذبية. هنشد محور أفقي ومحور رأسي من المكظوف، يعني لو نط بسرعة ابتدائية 7 متر في الثانية في المحور إكس بزاوية 30 درجة، مع افتراض إن ارتفاع المبنى 15 متر ووزن الشاب 60 كيلو، يبقى المسافة بين المبنى والمكظوف 7 متر. قام لي دخل الوزن أرسم قوداله. وهي دي المسافة اللي إحنا واقفين فيها بالظبط. ما درستش ميكانيكا ومكظوفات ولا إيه؟ أنا مدرس فيزياء ولا ثانوي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Oh shit, what the fuck is this? انت بتضحك على ايه؟ بضحك عليكم. انت تعرفنا؟ لا انا اسمي كلبص او بومبا، بقلص بقرة، عجل، دب، برميل، لوح، حلف، ضلف، بز، طياز، بغل، سمين، تخين، تخين، دولاب، مرتبة، حوت، دبابة، جودزيلا، بلوزة، فخدة، سومو، دهنة، خزان، عجة، لانش، وفيل، خنزير. وده بكار. بكار او فحمه، شيكا، زنج، عبد، عجوه، ضلمه، عاك، سوداني، غندي، عصب. مش كتنمر بامين العون وكيدير عليك شي، تدير عليك شي الشعر. عثمان، قرد، حبشي، سماره، كاكاو، جلبرتو، فلافيو، تينا، حريق، هباب، رماد، وساخه، بواب، سفرجي. دلوقتي وصلنا لفقرة الأسئلة، ونبدأ بأول اتصال تليفوني. أستاذ عاطف من الجيزة. السلام عليكم أستاذ عاطف. وعليكم السلام. اتفضل يا أستاذ، قول مشكلتك. أنا ارتكبت ذنب كبير وضميري مأنبني وعاوز أتوب. ما هو الذنب؟ أنا زنيت. بص يا أخ عاطف، الزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى، حيث قال في سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. ولكن يكفر عن هذا الذنب الكبير بالجلد. أنا عايز أتجلد.
هل حدث علاج ولا كان بوس وتلامس فقط؟ لا حصل علاج. يبقى تتجلد 100 جلده. مين اللي يجلدني؟ للاسف في العصر الحديث مفيش جهه بتطبق الحدود، ولكن ممكن اي شخص مسلم يطبق عليك هذا الحد بشرط العدل والامانه. شكرا. الشكر لله، واهم حاجه ان تصدق القول والنيه مع الله سبحانه وتعالى، والا بدي اسم حالة للدرار. دلوقتي وصلنا لفقرة الأسئلة. نضربوا طلع على هادو نشوفوا. الحرام ما بقاش كيدير فيديوهات صعيبة، كان دايرهم شحال آخر واحد 2022. هلو جايز، استحلفك بالله ان تشترك في القناة، فقد تحداني يهودي انه لا يوجد اي مسلم سيقوم بالاشتراك في القناة، ولكن المسلمون سيثبتون العكس. شكرا جزيلا، فضلا وليس امرا. دير سبسكرايب وجيم الى بغيتي.